اهلا بيكو. محاضرتنا النهارده ان شاء الله هنتكلم فيها مع بعض على التيتشنج والليرنينج ريسورسز. ايه المصادر اللي ممكن نتعلم منها احنا حاجه جديده؟ والاهم من كده بالنسبه للكورس بتاعنا هيبقى الريسورسز دي ممكن ناخد منها معلومات تساعدنا في ان احنا نجهز الماده العلميه اللي هنقولها في الكورس او نستخدمها في الماتيريال بتاعه الكورس. علشان نبتدي نتكلم بقى دلوقتي، الأول إحنا هنشوف إيه هي التيتشنج ريسورسز دي، بنلاقيها فين وإزاي نستخدمها. دول الثلاث أسئلة اللي في الأصل هنحاول نجاوب عليهم إن شاء الله في الرحلة بتاعتنا في المحاضرة دي، اللي أرجو إن هي ما تكونش طويلة عليكم لأن هي فيها الحقيقة معلومات كتير، فهنقسمها لأكتر من جزء ونتكلم فيها مع بعض إن شاء الله. أولاً إيه هي التيتشنج والليرنينج ريسورسز؟ زي ما قلت لكم دلوقتي هي الحاجات اللي إحنا بنلم في منها معلومات. من أمثلتها ودي الحاجات اللي هنتكلم عليها الكتب طبعاً، البيبرز او المقالات العلمية او حتى المقالات المنشورة في مجلات ما تعتبرش مجلات علمية لكن من المجلات الموثق في اللي هي بتكتبه. كذلك في النهاردة الفيديوهات بتاعت الانترنت بالذات متوفرة جدا وممكن نستخدمها، في سلايدز، في ويب سايتس كتيرة فيها سلايدز زي الموجودة انا بستخدمها هنا دلوقتي. يمكن دي سلايدز دي انا عاملها بنفسي بس هي موجودة على الانترنت، فانت لو دخلت على الانترنت ممكن تاخد السلايدز بتاعتي وتستفيد منها اذا حسيت طبعا انها مفيدة. يعني في صور موجودة على الانترنت ممكن نستخدمها او صور احنا عاملينها بنفسنا، وطبعا من الريسورسز المهمة الناس اللي حوالينا سواء اللي اتعلمنا منهم او اللي عايشين معاهم او اللي عايشين حوالينا بشكل عام. واخيرا هنتكلم على حاجة اسمها الموكس، بعضكم ممكن يكون سمع عنها والبعض ممكن ما يكونش سمع عنها، لكن هنشوف ازاي دي ممكن تكون مفيدة وهي ايه بالظبط لما نجيلها ان شاء الله. طبعا الحاجات دي نجيبها فين؟ يعني الحقيقة مش محتاجين اعتقد ننزل السوق النهاردة لان تقريبا كل حاجة بقت على الانترنت. حتى الناس اذا قلنا الناس مش موجودين على الانترنت بنفسهم، لكن اكشلي النهاردة وسائل التواصل بشكل عام وصلتنا بالناس اللي قريبين واللي مش قريبين مننا وادتنا فرصة ان احنا ممكن فعلا نتعلم منهم حاجات كتيرة. وياما بالرغم ان يمكن من اقل المصادر فايدة الفيسبوك مثلا من الناحية العلمية، الا ان ياما فعلا انا شخصيا وصلتني معلومات مفيدة جدا من خلال ناس دخلت معهم في حوارات على الانترنت وعلى الفيسبوك تحديدا وطلعت منها بمعلومات مفيدة. طبعا ما زالت المكتبة موجودة. المكتبة يعني مع احترامنا الشديد ليها أهميتها ابتدت تقل مع الوقت بسبب كمية الحاجات واتساع الحاجات اللي موجودة على الإنترنت، فبقى الحاجات اللي بنروح لها المكتبة هي الحاجات اللي مش ممكن نلاقيها على الإنترنت ونقدر نقول إن هي ذات أهمية عالية. ايه اللي نستخدمه من الريسورسز دي سواء كتب ومقالات وفيديوز الحقيقة ما نقدرش نقول ان مش كلهم، بالعكس كلهم مفيدين بدرجة او باخرى زي ما هنشوف واحنا بنتكلم عليهم واحدة والتانية. فاحنا في الفيديو ده قدمنا بسرعة ايه الريسورسز، وان شاء الله مع بعض في الفيديو الجاي نبتدي نتكلم على الكتب كواحد من مصادر المعرفة، وده المصدر الرئيسي والأساسي بالنسبة لنا، يمكن الأكثر مصداقية في أغلب الوقت بالنسبة لأغلب المعلومات اللي بنحاول نلمها علشان نجهز بيها كورس أو نتعلم منها بشكل مباشر. وهنشوف بعض الإيجابيات والسلبيات في كل واحد من المصادر اللي هنتكلم عنها إن شاء الله. فأرجو إن أشوفكم الفيديو الجاي ونكمل مع بعض إيه الريسورسز بتاعة الليرنينج أند تيتشينج.